سيدي لا تقلي، كل الحق عليه. بالله شو؟ وليش كل الحق عليه عيني؟ شلون ليش الحق عليه؟ ما هو اللي جرهم لهو؟ لا مو هو، هنن بالأساس كانوا ناويين يجوا، إن كان عن طريقه ولا عن طريق غيره رح يجوا. ما اختلفنا، بس هو اللي أعطاهم الحجة لحتى يجوا. لك شيلنا باي أنا الحكي، في مليون حجة وحجة لحتى يجوا. ما اختلفنا، بس هو لو ما فات هديك الفوتة ما كان صار اللي صار. ما اختلفنا، بس لو ما كان هنن مشجعينه كمان ما فات هديك الفوتة. ما اختلفنا، لو ما كان ناوي ما كان تشجع. ما اختلفنا، بس لو ما كانوا هنن مستفزينه ما كان نوى على هيك نية. ما اختلفنا، بس لو هو كان شايف حاله ما كان استفزها. مو خلاف، مو خلاف، بس لو ما هنن كانوا عاطينه الضو الأخضر ما كان شايف حاله. ما اختلفنا، بس لو ما كان محقق لهم مصالحهم ما عطوا الضو الأخضر. لا خلاف على ذلك، بس لو ما كانوا هن متفقين معه من تحت لتحت ما كان حقق لهم مصالحهم. ما اختلفنا، بس لو ما هو قال لهم ايه ما كانوا اتفقوا معه من تحت لتحت. لكن ما اختلفنا، بس لو ما كان هن مقدمين له مغريات ما كان قال لهم ايه. ما اختلفنا، بس لو ما هو بالاساس مقدم لهم ما قدموا له مغريات. لك اخي ما اختلفنا، بس لو ما كانوا هن داعمينه ما كان قدر يقدم لهم شيء. ما اختلفنا، بس لو ما هو خلصنا بقى، لسه اختلفنا وما اختلفنا. لشو بدك تصل بالاخر يعني؟ بدي اصل انه هو الحق عليه. وليش الحق عليه يعني؟ شو ليش الحق عليه؟ لو ما دخل هديك الدخله ما كان صار اللي صار. ما اختلفنا، بس لو ما كان شايف حاله ما كان استفز كل هالقد. لك ما اختلفنا، بس هو اصلا لو ما كان عاطيهم كلمه ايه ما كانوا عاطوه مغريات وفتحوا له الضوء الاخضر. ما اختلفنا، لو ما كانوا متفقين من تحت الطاولة ما كان عطوا الضوء الأخضر. اختلفنا. ما رح تزبط معك.